ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. من خلال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا تصحيح الأنشطة التقويم التشخيصي والدعم الوقائي الخاص بالمستوى الخامس ابتدائي. الأنشطة مأخوذة من مرجع النجاح في الرياضيات طبعة شتنبر 2020، يعني منهاج منقح. غنشتغلوا في هذا الفيديو إن شاء الله على الصفحة رقم 8. إذن نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، ألاحظ الجدول. عندنا جدول فيه مجموعة من المعلومات حول الكواكب، الأسماء ديالها بالعربية وبالفرنسية. عندنا زحل، عطارد، الأرض، المريخ، المشتري، الزهرة، أورانوس، نبتون وبلوتو. في العمود الثاني عندنا قطر كل كوكب بالكيلومتر، 4878 وقطر زحل، 12104 كيلومتر وقطر عطارد، 12756 وقطر الأرض، 6794 وقطر المريخ، 142880 هو كيلومتر هو قطر المشتري، 120660 كيلومتر قطر الزهرة، 50800 كيلومتر هو قطر أورانوس، 49244 كيلومتر هو قطر نبتون، و2000 أو 2320 كيلومتر هو قطر بلوتو أو بلوتون، يعني بعض الأحيان كنلقاو بالنون. السؤال الأول، أحدد من خلال الجدول أبحث عن الكوكب الذي له أكبر قطر، يعني خصني نقارن هاد الأعداد باش نلقى الكبير فيهم باش نلقى الاسم ديال الكوكب. كنلاحظ أن هنا 4 أرقام، 5 الأرقام، 5 الأرقام، 4 أرقام، 6 الأرقام، 6 5 5 4، اللي فيهم أرقام بزاف هما هاد الأعدادات. الآن غادي نقارن بين هاد الأعداد شكون الأكبر. عندنا في المئات الآلاف 101، 10 الآلاف، 4، 2، إذا هنا عندنا 104 ألف، 120 ألف، إذا هذا العدد أكبر. إذا الكوكب هو المشتري هو الكوكب الذي له أكبر قطر. في نفس السؤال بغينا الكوكب الذي له أصغر قطر، يعني نقلب العدد الصغير، يعني فيه أقل عدد من الأرقام. عندي هنا 4 4 4، نقارن الآلاف، هنا عندي 4 في الآلاف، هنا 6 في الآلاف، وهنا 2 في الآلف، إذا اللي صغير هو هذا العدد. إذا الكوكب هو بلوتون أو بلوتو، هو الذي له أصغر قطر. سؤال ب، اكتب لائحة الكواكب التي قطرها اكبر من قطر الارض. اذا الان غندير مقارنة بين الاقطار وقطر الارض. قطر الارض هو 12756، غنقلبو على اللي كبر منه. اذا هنا عندي 12100، اذا صغير، 6000 صغيرة، عندي الاول ثاني، هنا 50000، هنا 49، عندي الاربعة هنايا هما نبتون، اورانوس، الزهرة، والمشتري، والكواكب اللي عندهم قطر اكبر من الارض. سؤال ج هو عكس سؤال ب، الكواكب التي لها قطر أصغر من قطر الأرض. إذا قطر الأرض هو 12756، نقلبو على اللي أصغر منه. عندنا عطارد، عندنا زحل فيه 4000، المريخ فيه 6000، وبلوتو فيه 2000. إذا هما اللي بقاو هما عطارد، المريخ، زحل، وبلوتو. الآن نمر للتمرين رقم 2. الجدول التالي يشير إلى عدد السياح الذين زاروا مدينة المغربية طيلة شهرين وتم البطاقات المجاميع. عندنا في الشهر الأول هنا عدد الزوار في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، والأسبوع الرابع من الشهر الأول. كذلك هنا عدد الزوار في الشهر الثاني خلال 4 أسابيع. مطلوب أن نحدد المجاميع، يعني هو المجموع. نبداو بالأسبوع الأول، عندنا 6 زائد 5، نجمع الوحدات من أي 11، نحتفظو بالواحد. 7 زائد 2 9، 11، صفر، نحتفظو بواحد. 3 زائد 1 4، والاحتفاظ 5، وواحد الألف، هنا إذا 1501. هنا أيضا غادي نجمعو العدد، غادي نلقاو 6 2 3 3 3126 زائر. هنا أيضا غنجمعو هاد العدد، تنجمع 4 مع 7، 11، نكتب 1 نحتفظ بواحد، 1 زائد 1 2، واحتفاظ 3، 0 زائد 8 8، و 2 زائد 0 2، إذا 2831. الأسبوع الرابع أيضا 6 زائد 8 14، أنا 4 نحتفظ بواحد، 1 زائد 9 ديال الاحتفاظ هي 10، و 5 15، 5 نحتفظ بواحد، 4 زائد 3 7، واحتفاظ 8، 3 زائد 7 10، إذا 10854. هنا أيضا غنجمعو هاد الأعداد اللي هنايا في الشهر الأول، نلقاو نتيجة هي 7858. الشهر الثاني 9654، نقدر نوضعو هاد الأعداد بشكل يعني عمودي، ونجمع الوحدات مع الوحدات، والعشرات مع العشرات، المئات مع المئات، والآلاف مع الآلاف، ونرد البال مع الاحتفاظ. في هاد الخانة الأخيرة خاص المجموع ديال هاد الأسابيع 4 يكون نفس المجموع ديال هاد الشهرين، اللي هو 17502.
اللي جمع الوحدات عندنا واحد مع ستة سبعة زائد واحد تمانية، أربعة اثنا عشر، إذا نكتب اثنان مع صفر دبي واحد. صفر زائد اثنان، اثنان زائد ثلاثة خمسة، زائد ثلاثة زائد خمسة هي تمانية. وعندنا صفر اثنان وثلاثة هي، عفوا هنا عندنا واحد زائد ستة سبعة تمانية، زائد اثنا عشر نكتب اثنان ونحتفظ ب الواحد. إذا هنا عندنا واحد الخطأ، خصك عندنا هنا واحد، إذا هنا صفر زائد اثنان زائد ثلاثة خمسة، وخمسة زائد خمسة عشرة، والاحتفاظ هي هنايا خص تكون عندنا اثنا عشر. نتأكدوا من هنايا، تمانية زائد أربعة اثنا عشر، نكتب اثنان نحتفظ بالواحد، خمسة زائد خمسة عشرة، والاحتفاظ واحد، إذا خصها تكون واحد. هذا هو الخطأ اللي عندنا هنايا. باش بعد عندنا تمانية زائد ستة أربعة عشر، والاحتفاظ خمسة عشر، سبعة زائد ستة سبعة عشر، إذا كان خطأ واحد هو واحد هنا. النتيجة النهائية هي 17512. كنا صفر اثنان زائد ثلاثة من العشرات خمسة، وخمسة عشرة، والاحتفاظ 11، واحد نحتفظ أيضا بواحد. خمسة زائد ثلاثة ثمانية، زائد ثمانية ستة عشر، زائد ثمانية أربعة وعشرون، زائد واحد الاحتفاظ خمسة وعشرون، خمسة نحتفظ باثنان. واحد زائد ثلاثة أربعة، زائد اثنان ستة، زائد عشرة ستة عشر، واحد الاحتفاظ هي 17، ودي النتيجة النهائية. نمر الآن التمرين الثالث، أضع الرقم المناسب مكان كل نقطة. إذا عندنا عملية الجمع وفيها مكان فارغ، خصنا نلقاو نقلبو عليه، يعني من خلال النتيجة اللي في الأخير. هذا النتيجة هنا عندنا اللي خصنا نجمعو من فراغات. إذا عندنا عدد زائد ستة يعطينا أربعة، هنا ما يمكنش أربعة تكون 14. إذا العدد اللي نجمعو مع ستة ويعطيني 14 هو 8. غتبقى عند الاحتفاظ، خصنا نرد البال مع الاحتفاظ. الاحتفاظ زائد تمانية تسعة، نزيد عليه عدد تعطيني تسعة، إذا غنزيد لا شيء، نزيد صفر، نحط تسعة. هنا تسعة زائد عدد تعطيني اثنان، إذا ماشي اثنان تعطيني اثنا عشر. تسعة زائد عدد تعطيني اثنا عشر، العدد هو تلاتة. تسعة زائد تلاتة اثنا عشر، غيكون عندي الاحتفاظ. أنا عندي الاحتفاظ زائد خمسة هو ستة، خصني نكمل عشرة نزيد أربعة، ونكون كملت العملية الأولى. العملية الثانية، تمانية زائد واحد تسعة، عدد زائد أربعة يعطينا سبعة، العدد هو ثلاثة. ستة زائد عدد تعطينا هنا إحدى عشر، يا خمسة، نحتفظ بالواحد ما هنا في تسعة. تسعة زائد الاحتفاظ عشرة، خصني نكمل سبعة عشر، غنزيد سبعة. نمشي العملية قبل الأخيرة، تسعة زائد ثلاثة اثنا عشر، نكتب اثنان نحتفظ بالواحد، أربعة زائد الاحتفاظ خمسة، خصني نكمل سبعة، غنزيد اثنان. وهنا خصني عدد نكمل به خمسة، نزيد على أربعة، نزيد واحد. وهنا خصني نكمل عشرة، عندي ستة، ندير أربعة. العملية الأخيرة، عدد زائد تمانية يعطينا اثنا عشر، إذا العدد هو أربعة. عندنا احتفاظ واحد زائد خمسة ستة، خصني نكمل اثنا عشر، نزيد ستة. الاحتفاظ عندي هنا أيضا اثنا عشر. عندنا هنا ثلاثة زائد سبعة عشرة، الاحتفاظ واحد وإحدى عشر، نكتب واحد نحتفظ بالواحد. ثلاثة زائد الاحتفاظ واحد أربعة، خصني نكمل إحدى عشر، نزيد سبعة، ونكون كمل العمليات أربعة. تمرين رقم أربعة، ثمن شراء ثلاث كتب هو 21 درهما، وتم جدول التالي. إذا عندي ثلاثة ديال الكتب خديتهم واحد وعشرين درهم. بغيت نعرف شحال غنشري ستة ديال الكتوبة، شحال غنشري كتابين، وشحال غنشري خمسة ديال الكتب. هنا غنخدمو بتناسبية، كيفاش غادي نمرو من ثلاثة ونمر لواحد وعشرين؟ يعني هنا نقدر نقلب على ثمن كتاب واحد أو معامل التناسبية، غيكون هو سبعة، يعني ثمن كتاب واحد هو سبعة دراهم. هنا ثلاثة ضرب سبعة تساوي 21، إذا باش نلقاو هاد الأعداد يكفي ضرب أعداد السطر الأول في سبعة. إذا ستة في سبعة 42، اثنان في سبعة 14، خمسة في سبعة 35. إذا ثمن شراء ست كتب هو 42 درهم، ثمن شراء كتابين هو 14 درهم، وثمن شراء خمس كتب هو 35 درهم. مرة تمرين خمسة، أضع وأحسب عندنا جمع عددين عشريين وطرح عددين عشريين. إذا 13.5 خصنا نزيدو ليها 105.6، هنا غنحرصو على وضع الوحدة تحت الوحدات والفاصلة تحت الفاصلة. عندنا هنا خمسة زائد صفر عطينا خمسة، واحد زائد ستة سبعة، ثلاثة زائد خمسة ثمانية، واحد زائد صفر واحد، صفر زائد واحد واحد. إذا النتيجة هي 108.75.
الفاصلة كتبقى نفسها ناقصنا غير نلحظوا واحد شوية هنا العدد، يعني باش تكون الوحدة تحت الوحدات والفاصلة تحت الفاصلة. نمشيو ناقص 15.07 ناقص 0.78، كذلك صفر تحت 5 من الوحدات والفاصلة تحت الفاصلة، ونديرو ناقص 7 ناقص 8 لا يمكن، غادي نستلف ونرد السالب. 17 ناقص 8 هي 9، 0 ناقص 8 لا يمكن، غادي نستلف ونرد السالب. 10 ناقص 8 2، 5 ناقص 1 4، 1 ناقص 0 1، إذا النتيجة 14.29. ونحط النتيجة هنا للجمع 118.75 والناقص هي 14.29، ونكون كملنا الصفحة الأولى. نتلاقاو إن شاء الله في الصفحات المقبلة، إن شاء الله الصفحات المقبلة ديال تقويم التشخيص ديال المستوى الخامس. متنساوش تابونا في لاشين، تفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد نتوما الأولين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.